السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة التي سوف نشارك فيها وصفة الأجداد، وصفة الأمهات، وصفة قديمة استعملت في الطب الشعبي منذ القدم، وصفة للتخلص من جميع مشاكل الفم، منها اصفرار الأسنان والتهاب اللثة واللسان. هذه الوصفة لن تحتاج فيها الشيء الكثير، ستحتاجون فقط إلى مكون السواك معروف وغني على التعريف بالفوائد ديالو الجامة وأيضا بالفعالية ديالو. السواك يمكنكم أحبائي الأعزاء لمن يعاني من مشكل اصفرار الأسنان، يمكنه أخذ القليل من هذا السواك ودعك الأسنان بشكل يومي ولمدة أسبوع، سوف تلاحظون الفرق الكبير ولن تحتاجوا إلى التأكيل. وأيضا لمن يعاني أيضا من الرائحة التي يسببها لنا العديد من يعني المشاكل في الفم ديالنا والإحراج، يمكنكم أيضا استعمال هذا قطعة صغيرة من السواك بشكل يومي، وسوف تلاحظون الفرق الكبير في التخلص من الرائحة الكريهة. وأيضا لمن يعاني من التهابات يمكنكم استعمال السواك لما لديه من فعالية في علاج التهابات والبطور على مستوى اللثة. أتمنى أحبائي الأعزاء أن تجربوا هذه الطريقة، لأنني طرحت هذه الوصفة منذ مدة في قناة ربحكم باللغة العربية الدارجة، فكما وعدتكم سوف تكون الوصفات الجديدة دائما إن شاء الله باللغة العربية الفصحى لتعم الفائدة. أتمنى منكم أحبائي الأعزاء تجربة هذه الوصفة، وصفة السواك لعلاج أغلب مشاكل الفم. وإذا لم تكونوا متوفرين على السواك يمكنكم استعمال مسواك مع عسل النحل الطبيعي، هو أيضا مفيد جدا ويستعمل منذ القدم، مسواك معروف بالفوائد ديالو. إذا أضفتم عليه يعني القليل من عسل النحل ودعكتم به الأسنان والفم ككل سوف تلاحظون الفرق الكبير في خلال مدة أسبوع. أتمنى منكم أحبائي الأعزاء تجربة هاتان الطريقتان للتخلص من أغلب مشاكل الفم. وأتمنى منكم أيضا أن لا تبخلوا عني بالدعاء ثم الدعاء، وأتمنى أيضا أن تنضموا إلى قناة شرب حكم وأن تشجعوني بلايك لكي يصلكم الجديد، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله.